وبركاته. أنا محمد وهي قناة كرفان تك. كنت وعدتكم إنه راح نعمل فيديو عن هاي الكرفانة الرويال اللي جتنا اليوم، بس للأسف انباعت الكرفانة، وهلا عم نعمل البروتوكول تبع التسليم. فرح نعدي عليها هيك تعداية سريعة بس لأنه وعدتكم الزبون بكرة راح يجي يستلمها، فما عندي وقت بعدين. هون في عندي بالفتحة تبعت مخزن الغاز، في عندي هون مخرج للغاز مشان الجريل، وجرة الغاز مثل العادة. هون في عندي شغلة إضافية، الATC، نفوت للداخل معنا. طبعا الكنترول جاهز بالنسبة للكرفان خالص، ومن تسجيل للمبيع عند الشركة الأم. فهلأ بس موضوع انه نصور اهم الميزات الموجودة. طبعا هاي الكرفان جاي سمارت دي، وسمارت دي مثل ما حكينا هو نظام تحكم الكتروني، بيشتغل بنظام اللينبوس بيسموه، او اللينبوس بالانجليزي. تحكم كامل بالاضاءة داخلي وخارجي، هذا الزر الابيض لايقاف تشغيل الانارة داخلي وخارجي، مضخة المياه، جهاز تدفئة. اذا بدخل من هون في عندي اعدادات جهاز تدفئة صايرة من هون، وفي عندي اللوحة الاساسية تبعت جهاز تدفئة كمان موجودة بمحل ثاني. اذا نطلع هيك لبرا في عندي الراديو كمان تشغيله من هون، مضخة المياه فوق، وفي شوية اعدادات ثانية. الخزائن هي النمطية تبعت كهربي، ما في شيء مغير. هون في عندي راوتر مشان الاتصال بالكرفان عن طريق الموبايل، التحكم بهي المميزات مثل تشغيل جهاز تدفئة قبل ما واحد ترجع الكرفان. الخزائن كالعادة ما في اي شيء غريب، خليها نفس الوضع. هي فيها هون شغلة جديدة نحن ما شفناها قبل، هي مكنسة كهربائية مدمجة. هون معدات وكتالوجات كلياتها بنحطها بالشنطة الخاصة بالشركة ونسلمها للزبون. هون المجرى تبع المطبخ مثل ما شايفين، هي ماء بارد وهي ماء ساخن. وهون عندي الغاز، الفتح هيك مثل ما احنا شايفين، وكمان في عندي فرن علوي وسفلي مثل ما احنا شايفين. هذا الغاز العلوي وهذا الغاز السفلي. هلا في شيء جديد هون، هاي الثلاجة اللي مستخدمينها هون بهاي الكرفان. هون عندي بس تشتغل بطارية كومبرسور، هي يعني مو جهاز ماصل الحرارة مثل الثلاجات التانية. هاي الثلاجة كمان عشان نفتحها نتفرج عليها كل شيء شغال، لأنه قبل ما نسلم للزبون لازم نشغل كل شيء نتأكد إنه كل شيء شغال. هاي خزانة، هذا جهاز تدفئة بهي الخزانة كمان مع الأنتين، مساحة تخزين. هذا جهاز تدفئة عندي هون مثل ما احنا شايفين، كمان الحديث أحدث شيء كومباكت 3030. هون نجي على الحمام، مرأة كبيرة من هون، هذا التواليت كمان احسن من جربه. هلا مثل ما احنا شايفين هون هذا الزر اللي ورا الازرق، مجرد ما نضغط عليه تنزل. طبعا بس هاي الحركة، ما في شطاف،
هي الخزائن هون مثل ما انتم شايفين، هدول مواد تنظيف بيجوا من الشركة، وهي الستارة لغرفة الاستحمام لقسم الاستحمام. هون في ادراج، في اكثر من واحد. بعدين عندي الخزائن، هدول الخزائن هونيك. طبعا كمان في فتحة سقف خاصة بالحمام، كبير واسع الحمام لا بأس فيه. هلا هي غرفة النوم، طبعا هي ما في أسر للأطفال. غرفة النوم فيها فتحة سقف، خزانة خاصة للشخص اللي بينام على القسم اليميني، وهي الخزانة للي بينام على القسم على اليسار. طبعا في نافذتين فوق بعضهم هون، نفس العملية في نافذتين هون. الزر اللي هون اذا بنضغط هيك عليه وبنلاحظ هيك بصير عندي المنظر كالآتي. هي غرفة النوم، طبعا يتم فصله إذا بدنا، هيك بيتم فصله عن القسم الثاني. هيك عندي قسم غرفة النوم معزول عن باقي الكرفان. كمان في عندي خزائن سفلية مع جرارات، عندي تحكم كامل بالإضاءة، غرفة الأبوين هون لرفع وخفض مستوى الإنارة، وهون لرفع وخفض مستوى إنارة الليد، هون لإغلاق الإنارة بالقسم الأمامي، تشغيل الراديو، وهون عندي إطفاء الإنارة بالقسم الخلفي. هون في عندي وصلة للتي في 12 فولت و 220 فولت والأنتين. هون بتحسن نتحكم بالسبوت لايت. هون في إنارة تحت التخت، هون إنارة الليد فوق الراس، وهون السبوت لايت الثاني. طبعا هدول الخزائن كمان مساحتهم كبيرة. الكرفانة حلوة الله يهنيه فيها لصاحبها. وهيك عندي منظر غرفة المعيشة مع المطبخ من هون وغرفة الأبوين. هيك كان جولة سريعة قبل هذا الكرفان، نشوفكم هيك الميزات اللي فيه قبل ما نسلمه للزبون بكرة إن شاء الله. دمتم في أمان الله.